أحسن الله إليكم، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين؟ نعم، إذا قال الإنسان لله علي نذر ولم يبينه ما هو هذا النذر، هذا كفارته كفارة يمين، بأن يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين أو يعتق رقبة، مخير، أو يصوم إذا لم يقدر على هذه الثلاث يصوم 3 أيام.